وركلة البداية، الكرة ملعوبة من مسافة، بينية تمر، يلعب كرة على اليسار، عنده مساحة خالية على الطرف، بانيجا، لمسة بينية، يحصل على المساحة، كرة طولية إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، باهبري يسدد الكرة، هدف للشباب، بقية في التسجيل، يلعبها طولية، قراءة ممتازة من الدفاع، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى يلعبها لمنطقة الخطر، يمر ويلعب كرة بينية، تلعب الكرة إلى الأمام، فهد المولد يحاول أن يلعب كرة بينية، لمسة، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، فهد المولد، كرة طويلة للأمام، فهد المولد، الكرة ملعوبة إلى الأمام، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، كرة طويلة إلى الأمام، يفقد توازنه، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، هوساوي، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة، الأداء بصراحة غير مقنع، يمكنهم أن يقدموا أداء أفضل، ربما مطالبين بشوية هدوء شوية تركيز، يبدأ الشوط الثاني من المباراة، لم يبقى الكثير من الحلول على الفريق أن يسعى إلى الهجوم، لم يتبقى إلا شوط واحد من أجل العودة في النتيجة، يمكن القول في الدقائق القادمة حاسمة مهمة جدا، نكون أو لا نكون، هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة،
كرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة بينية طويلة، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. تغيير لاعب على الأجناب، الكرة تصل إليه، مرت الكرة بشكل جميل، تمريرة بينية، من سيستلم هذه التمريرة؟ مولياف يبحث عن المهاجم، كرة لعب، الكرة في المرمى، يا سلام، سجلوا هدف التعادل. المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. يتعثر ويفقد توازنه، فأتت ومرت وصلت إليه، يحاول يلعبها ببراءة، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. لمسة بينية. والكرة في المساحة. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ هوساوي، يلعب كرة بينية، فرصة سانحة للتسجيل، تسديدة من أول لمسة، شباب يقوم بتغييرات بالجملة هنا، الدفع بلاعبين في وقت واحد، والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف، يسدد في اتجاه المرمى من مسافة إلى خارج المرمى، الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي، بانيغا يمر يلعب كرة بينية، يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب، كرة إلى الأمام، ينطلق إلى الأمام بسرعة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، فرصة للتسديد، يا الكرة ملعوبة من مسافة، بانيغا
خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. كرة طويلة للأمام، كرة طويلة بعيدة جدا، يحاول أن يلعب كرة بينية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. وانتهى انتهى انتهى المشوار. شوف الحماس الكبير اللي يقدمونه في مباراة اليوم، يا لها من نتيجة رائعة. أظن أن لديهم الآن ثقة كبيرة في تقديم الكثير.